كانت طموحات عبد الناصر عظيمة، وكانت أحلامه غير محدودة، وقد عاش ليرى الكثير منها يتحقق، كما فرض عليه القدر أن يشاهد بعضها أمامه يتحطم. وكانت وفاة عبد الناصر مثل حياته نموذجا لالتحام الجماهير بزعيم أيقظ آمالها وأحلامها. خرج ملايين المصريين والعرب من المحيط إلى الخليج يبكون رجلا كان قد أصبح رمزا لحلم الأمة. فقدت الجمهورية العربية المتحدة، وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبد الناصر الذي جاد بأنفاسه الأخيرة في ساعة 6:45 من مساء اليوم 27 رجب 1390 الموافق 28 سبتمبر 1970.